جديتو مخي لقيتو في الغربة لقيتو في الحومة جديتو في العيلة جديتو جمهور لقيتو جديتو لمة عيسابة رخلة يا بابا لم العيلة في الصالة وربي يستر واختار لمة عيسابة رخلة يا بابا لم العيلة في الصالة وربي يستر واختار صارت الخميس على قناة الحوار التونسي اسمها جي دي تي. فرحانين برشا نستقبلوا السادة المشاهدين كالعادة تشكيلة كاملة وحاضرة معكم لسهرية الليلة بايا زردي. جميلة الشاشة البكاية متاعنا ريسا صاع مشاغب بامتياز رقم واحد زياد المكي نمبر وان في الضمار ما يقدروا حتى حد وسيم ميفالو صديقنا وزميلنا في الحوار التونسي زميلي في إذاعة موزايكا فام حمزة البلومي زميلة الشاشة العربية وما أدراك سونيا اليونسي ما ننساش نسلم على دي جي زوس مرحبا دي جي زوس مرحبا بيبليك مرحبا سهرية اليوم الخميس منورة بوجودكم بوجود الكونيكيور بوجود السادة المشاهدين اللي على الدخلة من غير ما نضيع وقت نقول لهم ما تربحش كهرباء ما تربح زوز نحن بالزوز كراهب نربحوا مع بعضهم فيات 500 للربح اللي كنتي وزيد معاها الدي ماكس هذا كله بحرف آ بالاس ام اس على 85 810 انت تربح كرهبتك باهي 4x4 تصلح على الاخر والمدام صحيح تصطاد خويا تبحر والمدام تهدي لها الفيات 500 اش خير منك ولا مدام يهدي المسيو بحرف آ فقط بالاس ام اس على 85 810. سعيد جدا باستقبال صديقي حمزه مرحبا. شكرا امين ميرسي ايش خويا ربي يفضلك جست رحب بيك وانا زاد سعيد جدا اني نكون معاكم ومع هذه العصابه من ناحيه عصابه والله عصابه باز عصابه سونيا مرحبا لله يعيشك زارتنا البركه يعيشك انا بيدي فرحانه برشا اني مع هذه كما قال حمزه العصابه عصابه حلوه باهي لو بوز دو لا سيمين الجمعة اللي تعدات كان أمينة ستار أمينة ستار بوز دو لا سيمين الفيديو الأكثر مشاهدة أمينة على قناة الحوار التونسي سي فغي أكثر مشاهدة مليون مشاهدة ما شاء الله معناتها شنو نوع التعليقات اللي جبت على المراية لا بالحق أنا جيتي معناتها امبرسيوني باغ لي ميساج اللي كو جي روسو وفريمون خاطر العباد يقولوا الإعلام ديما يحب لو باد بوز إي لا لا سانسيريتي هي اللي ضربت دونك أنا ننصح العباد الكل باش يكونوا في التيلي أوسي سانسير كو في الدنيا واضح واضح هذا أستوس مهمة برشا تفضل سي زيو جدا للأمانة معناتها أنا عندي برشا أصدقائي رحموا على والدين المراية خاطر شبعوا بامينا ستا معناتها وي وي بافكارها خاصة خاصة بافكارها والاخت بايا الزردي في انتباه ايش صار الجمعة اللي فاتت كيف كيف نمبر وان وعدد مشاهدة كبيرة برشا دونك تصفيقة كبيرة برشا زعما بايا زادة كيف كيف كما قالت امينة لا سانسيريتي الحقيقة هي اللي تربح في الاخر هذاك علاش معاملين عليك بايا في المراية الجمعة الجاية باش نعملوا مليون يا زيد ما يهمنيش اني نسب المشاهدة يجي واحد وحدة برشا تواضع يا ما تبنيش نسب المشاهدة ما يهمني اكثر لا اللي يهمني اكثر انه السيد المشاهد يكون راضي عليك برافو عليك السيد المشاهد يكون راضي عليك الجمعة هذايا مسؤولة في وزارة التربية كانت تكلمت قالت معناتها صغيرات من 5 سنين نجموا يقراوا فلسفة ما عادش كان طلعتوا عليه الأخبار هذايا حمزة ولا أما اسكو الكبار ديجا يعرفوا فلسفة ميغال ولا صديقنا سليم يعطينا الإجابة عسلامة ومرحبا بكم بعد ما سمعنا اللي الصغيرات في عمر 5 سنين نجموا يقراوا فلسفة هبطنا اليوم للشارع التونسي وطلبنا من المواطنين كبار ماهمش صغار في العمر أنهم يجاوبونا على أسئلة في الفلسفة سهلة على الأخر كيفاش كانت الحكاية تبعونا أنا أفكر إذا أنا موجود شكون اللي قال؟ أنا أفكر إذا أنا موجود زرقة بياني الشاعر المشهور ليس أنا بل واحد ثاني أنا أفكر إذا أنا موجود قالها جورج ويا ولا فان باستن فان باستن شكون اللي قالها؟ فان باستن فان باستن فان باستن متأكد قريتها في الفلسفة والله قريتها
والله استغفر الله يا رب. هذه كارت اللي في لافايت يبيع في الكرواسون. أنا أفكر إذن أنا موجود، شكون اللي قال هذا الفيلسوف صابر خليفة ولا فان باستر؟ فان باستر. فان باستر، متأكد؟ متأكد. شنو هي المقولة؟ اللي قلتي لي تو. اللي قلت لك. باه. أنا أفكر إذن. إذن أنا. أنا. أنا موجود. أنا موجود صحيح. أينشتاين. 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 في أما سيء قالها أينشتاين. أينشتاين قالها وقت هو فلسفة في فيلسوف في رأسه. أنا أفكر إذن أنا موجود. اللي يفكر هو هو المفكر. أي والأخرة؟ والأخرة؟ والأخرة موجود. موجود موجود، إحنا كنا موجودين على وجه الأرض سبحان الله. أنا أفكر إذن أنا موجود، شكون قالها بابا؟ هذا قال ديكارت. صلي عني. روني ديكارت. شنو الفرق بين الأنية والغيرية؟ واحد مشحاح. أنية. الأنية معناها مشحاح. والغيرية واحد مغيار على الأخرى. مغيار على الأخرى. شو معناها ما وراء الطبيعة؟ وراء الطبيعة فما برشا حاجة. شو فما؟ بحر، جبل. وراء الدنيا معناها الكبيرة البيئة. وين معناها؟ شنو هي البلاصة؟ الدنيا بيئة معناها مصفية مريقلة. هذا ما وراء الطبيعة. ايه. ما وراء الطبيعة، الطبيعة هي الطبيعة، الطبيعة شنو؟ شو شنو ما وراء الطبيعة؟ ما وراء الطبيعة في الفلسفة شو معناها؟ والله ايش مش اقول لك، نعرف الطبيعه هي الطبيعه، ما وراء الطبيعه هي اللي هي مش طبيعه. ايه. شو معناها ما وراء الطبيعه؟ السم شو البحر شنو هو السم. ايه. شو معناها ما وراء الطبيعه؟ وين بالفيديو؟ سمي لي ثلاثه فلاسفه. عندك نيتشه، عندك ديكارت، عندك حتى ابن خلدون، زاد عندك سقراط. فلابسه يا شعب تونس كل يفلبس. احنا فيني مطاره وانت راجع ميات مفتي ومفتي ومفتي. اه يا راي قالوا قديش كنا نفلبسوا. انا تو انت في ساعه فلفستك فلفستك. شو الفرق بين الانيه والغيريه؟ ما نقولوا احنا واحد قلبه صافي. هذيك النية ما نخرج كما يقولوا فيها متى يميل باكوش في صدره. ايه. شو معناها ديكارت؟ ديكارت زوزوراق معناها ديكارت ولا ما فهمت اسمه ولا شنو زوزوراق وجوك. ديكارت هكاك. ان شاء الله نهارك زين يا راه مديك. هاي فريش. هاي فريش. فريش فريش قص. فريش فريش فريش. مصدومة بجد ومش بنطق ولا عارف. ابداعات خونا سليم عاد دخلة في اول جي دي تي شو اخر عنده مواقف محرجه. تصور واحد يجي يعمل سيلفي هو ومرته مثلا ويعطي شكون باش يصورهم وهما كيكا وتطلب فتاه اخرى. شنو يكون رده فعل السيد اللي يصور؟ يقول شكون يطلب ولا يمشيوا ما وراء الطبيعه؟ ما عادش طبعت شويه مع خونا سليم نكتشفوا كالعاده. جي دي تي نبداوها بتوب افلام. توب ان فلوب فيديو البوز الجمعة ذي هجرة غير شرعية أسئلة الحبر وحكيوا عليها الناس الكل في إيطاليا. خليكم تشوفوا الفيديو ذي وراجعين توب سويت. آه يا سيدي. ثلاثاش مهاجر تونسي كانوا حرقوا لإيطاليا ومعهم علوش، وهذا الفيديو اللي داودته وسائل الإعلام الإيطالية. دونك مشاو هزوا علوشهم معاهم. كريم تونسي. علاش ما عرفش شنو راكم توب ولا فلوب؟ كمان يحرقوا الناس كل حتى العلاش ولات حرقة. أي سيمي قالوا حمزة توب ولا فلوب؟ حمزة فلوب. باهي كلكم توب، حمزة وباية فلوب. هاي نبداو من حمزة فلوب عليه. شنو تحب يكون توب في مشهد كيما هكا؟ أو هزو توب. أنا هذيك علاش حبيت نسمعهم خاطر الحقيقة. قولوش. أنا دايخ شنو ينجم يكون مشهد كيما هكا على حرقة ينجم يكون فيه توب. دونك ماذا بيا باش نسمعهم. هذاك باش نسمعهم. ماذا بيا اسمعهم. باهي خلينا نكمل جماعة الفلوب من بعد نسمعوش دوبليكس. جماعة التوب. باهي فلوب باهي. فلوب للحرقة بيان سور وفلوب تهزوا معاكم هيشة بكمة. ساعة الهيشة هذيك المسكين. يحس راهو مش ما يحسش. عندك يتبعدوا ليه يتبعدوا على عائلته
بعده بكش شكون انت سالت انت كتبت حلوش تجيب له امه وحده لا ذاك بثويبه ولا ابوه وامه بحذاه هكا بيتهم بحذاه شكون قالك يحب يهج امه هي لمت له هكا علاش شكون قالك يحب يهج سالته تعرف شي حس هو توكي قروحه في ايطاليا علاش تعرف علوش يحس في المطحره لا بين ناطق الرسمي للعلاش انت نعرف عندك احاسيس مرف للعلاش كويزيه والله تحيه اليوم انا ضد حمزه بيانسور في الموقف هذا معناتها التونسي قداش كريم تخلي البلاد كيفاش يقولوها العكري وما علوش هذاك نتصور باش يمشي مشوى للسفير التونسي وان شاء الله السفير يفرح بهم لطف عليه بالحق قداش محلاهم وظهر العلوش الحلقه كانت له باهي يغزر وجهه مدور حتى له القرد ولا الشعير بالحق التونسي محلاه على نيته والله بربي السفاره نداء للسفاره ان شاء الله يا خويا تقبلوه يورق نقول لك حاجه هذاك يقبلوه قبل ما يقبلوا 13 مهاجر ان شاء الله بهذاك باش يبدلوا الوزن والبعلوج يولي تعرف الدوانه انت وحدك ها سونيا متشوق باش نعرف علاش قلت توب 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 مش على الحرقه راه توب على انه العائله هذه الجانب الانساني انه هما العلوش الجانب الانساني لا هما خموا في علوش هم هزوه معاه كيما واحد ما عرفش انا يظهر لي فما عائله هزت قطوسي يظهر لي اي فما هزت قطوسي اي فوالا دونك هما هزوا حيوانهم معاهم هذا هو الجانب اللي نقول عليه توب مش الحرقه بالطبيعه لا جوست معناتها مش حيوانهم المفضل راهو يعني قالوا معناتها خاص قطوس قال هز علوش اما جوست قرا قرينا حساب العيد الكبير من توا معناتها يقول لك من توا الرجل ومو من تعرف راح في ايطاليا وين راح في ايطاليا تفضل سيدي انا نشوفها نبيله الحركه هذه بالحق وحتى الفرحه ظاهره وزلك تغزل له العلوش تحسه فرحان ان شاء الله قوي ياخذ دور سنه في المسلسل تاع رمضان حلقه خاطر يمثل فئه كبيره هذا موجودين انا معاه البعلوش هذا وتحيه للبعث شو حمزه لازم ترحم حابين ناخذوه معنا ما ظروف خاطر ما حبش ما حبش حتى قلت له ريتشي فوتا نتاعه وقال لك بعد يحضر معنا مشى من بعد لفرنسا عنده تصوير نتاع برنامج باه باب على خاطر انا حسيت بروحي خلينا تبدا بلا يمينه حمزه ركز باش تلقى ما تجي وحسوا باه في عجب ربي هنا كيف توب على خاطر حسيت روحي بالحق يقولوا احلامها كبيره ياسر وعينها كبيره حسيت روحي انا والعلوش عندنا نفس الاحلام فينا احلامي بسيطه اما انا كل ثقه اللي اخونا حمزه البلومي باش يعمل هو يجيب لنا الحقائق الاربعه ويتحاور هو تحقيق شخصي مع العلوش ويجيب لنا الحقيقه كامله يجيب العلوش فلوس حمزه اقنعوك ولا بالتوب نتاعك يمكن نجيب لكم شويه كوب يمينه ما سي ان سوجي سي ان سوجي تلمون سنسيبل بالنسبه لي انا اللي معناها في بالكم اللي عن اللي ما نجموش ناخذوه سامحوني قلت لكم نهبط عليكم شويه كوبي ما نجموش ناخذوه ما نجموش ناخذوه بهكا بشويه خفه في بالكم عندنا 11 تونسي مفقودين مثلا توا مفقودي اخبار تقول انهم وصلوا وعائلاتهم وصلت ويقولوا لهم راه من الاول وصلوا واسكتوا ما تعملوش شوشره في الاعلام وكذا كذا ومعطيات جاتنا واحنا هذا من المواضيع اللي نخدموا عليها في الحقائق مثلا انه ما فماش وانه بالعكس صار فيهم ما صار في وسط البحر يعني تيلمون صايره مآسي من الحرقه بالنسبه لي انا جو مو بيرمي با في موضوع كيما هكا اني ناخذوا على خاطر نسخسكو هكا يظهر شويه الواحد صغير قاعد يتفرج فينا اللي راوي والله سي كول تحرق معاك علوش ولا تحرق معاك قطوس هو تحرق يعني تحرق ماهيش كول ماهيش كول فهمت دونك سي بوغ سا احنا ظاهر بدلت بلاش كون بدل رايك بعد ما سمعت لا انا خاطر جوست باغ سوليداريتي لحمزه خاطر احنا جوديتو والحقائق الاربع نفس القناه دونك خلينا لو سيريو سي حمزه باش احنا نتفرجوا ضد الحرقه احنا كنا ضد كلنا ضد الحرقه بيان سور فرقتنا يا حمزه الحرقه جوست معناتها احنا المواضيع ظاهرها فدليك اما باطنها جد هاو جبنا البطن كيما الموضوع الثاني بالضبط نحن جبنا البطن اي جبنا البطن ونحن خليها في البطن خليك انت يعطينا خويا السرير ونحن خليها نرد نرد على الريحه الفيديو الثاني لخونا وسيم الجمعه هذه تعدى مع هذه ديزاين شوفوا معناتها مش نحكيو على الباساج مش نحكيو على الباطن نتاع الميساج اللي قالوا ترى شوفوا مع بعض البروبوزيسيون اللي جات انه العشيه باش نخدم العشيه لا في البرنامج هذاك العشيه ما نحبش نكون موجود موقف من انا ما نحبش نخدم العشيه علاش باش نبدا نكذب ونافق على اللي يسمع فيا وانا مانيش مرتاح فيه البلاتو فهمت معناتها من الاشخاص لانك انت في العشيه خدمت بيان سور مادام عندي مشكله ما شنو عندي مشكله مع اشخاص ما نجمش نكون موجود في برنامج وانا مانيش مرتاح فيه البلاتو هذاك اللي موجود فيه مانيش مرتاح فيه فاخترت انك تخرج من موزايك اخترت اني نخرج به
وسيمي قالوا يغادر المزاين ما عادش يبي باطني عاد باش يزعل باطني ها هو الباطن نتاعو باش نهزكم ليه اسكو الكرونيكور ولا المنشط ولا الاعلامي ولا الصحافي بصفه عامه عنده الحق يقول لا ما نخدمش مع الشخص هذاك ولا لازم يكون اسي بروفيسيونيل مادام موجود في بلاتو ابريتو هي خدمه نخدم على مرتاح ولا مش مرتاح يخدم معاه حاول يوجهكم يوجه في الراي او غير ما اعطيت البور والكونت باش نحاول غير ما نوجه مبسطرك مثلا تخدم مع منشط ما ترتاحوش معاه اي ولي اخرج من باطنك اوسي سامبل كو سا باه توب ولا فلوب ساعه هزونا خلينا نشوفوا توب شكون توب وشكون فلوب على الكلام اللي قال واسي نبدا من زياد فلوب والله توب توب علوش توب وانا فلوب امين عاد الفازي بقص عليك اولا السيد هذا اللي كنتوا تحكيوا عليه مصح مع مؤسسه اعلاميه دونك يعرف على شنو هي قاد وماهوش ماشي لدار خالته هو باش يحلك ونرتاح وما نرتاحش هو كي دخل المؤسسه الاعلاميه هذيك يعرف العباد اللي تخدم فيها دونك انا نحسه مش محترف ويلعب برشا شنو مش نحس راحتي للعشيه نحب نحس راحتي ابريتو مش في دار سابك ولا دار خالتك اللي باش تحل حلال وهذا راه انت تخدم مع منشط ما ترتاحش معاه انا هو مع رفيق باش ما نرتاحلوش وتخدم معاه اما العقد ايوه هذا معروف انا ورفيق بوشنيق العلاقه ما تتعداش هي علاقه نفاق ولكن العقد مربوط المره هذه حافظ باش خليك الاخرين يسمعهم وكل بعض هذا الباطن ولا الظاهر بعض بعض انت الباطن سونيا توب موافقت انا موافقت وانا في المطلق ما نجمش نخدم مع حد مانيش متفاهمه معاه اي خاصه في التلفزه ولا في الراديو معناها هذه يبان على وجهه الشخص ما ينجمش يعطي فهمت انا ما نجمش نخدم مع حد ما نتفاهمش معاه فما شكون فما اسم موجود ما تخدمش معاه في تونس اكيد نجم تقولنا شكون لا لا معناتها منشط اي اذاعه ولا تلفزه تلفزه لقب وكافي يزيد عليها ما نبداوش نبداو من الاول خاطر ليه هي كانت ما فيها شيء زوجها الاول مكي وانت مره قلت ما تخدمش مع مكي شكون انت يا زوجها الاول؟ لا 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 يا جماعه تعبين شويه اليوم مش مدخل هذا فيها قول عليها البارتي الاخر لا علانيتي نزيد وضع المشاهدين خليك على علانيتي علانيتي هي مره سمعتها في تصريح خويا حمزه باش تحكي في الباطن تفضل هو زوجها الاولاني مكي سامحني زوجها الاولاني انت قلت مره في تصريح قلت ما نخدمش معاه دونك قلت لك مكي خاطر على لقب صح ولا لا؟ هذه باش تعدى ولا نحكي وحدنا احنا ولا لا؟ لا 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 ما عندناش ما يتقصد ما عندناش ما نجاوبش قول له ما نجاوبش شو تعدى؟ ما نعلوش عندنا ما تجاوبش قلت ما تجاوبش هي حرة باهي هاي يا توب على خاطر ميغال وايموريست معناتها لازم هي جيتس انسبايرد واحد يبدا قدامه واحد لخضه ما ينجمش معناتها اما انا الحقيقه نخدم مع واحد ما نرتاحلوش لا بروف نخدم معك 4 سنين خويا انا ناخذها هذايا معناتها ناخذها بصدر رحب معناتها ونجوز جيبي من لامينا معناتها نخدلك امون هذا فريمون ما قعدت حتى شيء بهتني في الدنيا غير كي جيت لامينا بركه نورمال باهي بيان سور ما نخدمش مع خاصه هو صاحب الفكره وصاحب البرنامج هو اللي ما نتفاهمش معاه نجم في بلاتو مع ناس ما نتفاهموش يا لوغ معناتها مش مشكله بالعكس في الاختلاف وكل هذاك ممكن نجم يكون في صالح للبرنامج مش بالضروره مع انا نتفاهم مع الناس كل فما اللي ما نتفاهمش مع واضح وصارت اني ما تفاهمتش مع عبيد مي كوميم خدمت مي كوميم خدمت فما مثله لا فما ناس ما نحبش نحكي عليهم فهمت لا انا نحكي بالامثله ولا لا باين شو معناها بالامثله فما صارت خدمت مع منشط ما ترتاحش معاه لا منشط لا قلت لك صاحب البرنامج وصاحب الفكره مهم اني نتفاهم معاه باسكو هو اللي ديريج سون بلاتو فهمت سامي لي زوز منشطين ما نخدمش معاهم باي زوز منشطين ما نخدمش معاهم ثلاثة باش نزيدو نكبروا مرة أربعة هما زوز هما ثلاثة نجم ما نخدمش مع مثلا حمزة بلومي باسكو مون تومبيرامون وكل أنا ضحاكة ونحب في البلاتو شوية مرة ضحك هو ياسر سيريو دونك أنا نحب شوية هكا وشوية هكا بيان سور يخم فيما يخم فيك أنت الاسم الثاني قلت كاتين زوز اسم شكون اخر اللي انا نجم ما نتفاهمش معاه مثلا جعفر ما نتفاهمش معاه مش خدمت معاه اي خدمت معاه اما عرفت مانيش فرد ثقيل لا بالعكس هو كان هو ثقيل ما انت شنو لا
خسارة تعطي هذه الأخرى برافو عسل أحلى الناس أما أنا ومن سنو باسبا معني الضوء ما يتعداش كيف الفلاتوم شكون الثالث بيا كل واحد حر في رأي تحب تزيد ثالث فازي فيتوا بليزيغ مع تبايا لا ثالث ما عندوش برنامج ثالث مازال ما عندوش برنامج خلاص مو حمزة أنت منشط حمزة مع كرونيكور ما ترتاحلوش لا 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 وبالعكس نحترم جدا الراي اللي قالوا ميقالوا خاطر احنا في مجال كان ما تخدمش فيه مرتاح مرتاح بالكيف من المجالات النادره اللي يلزمك تخدم فيه بالكيف مجال اعلامي وتظهر في التلفزه وكذا نجمش تخدم مع نحكي على الاقل مين في الصف الاول معناها منشطين دي كرونيكور كذا اللي انت باش تتعامل معاه بصفه متواصله وبصفه مباشره وبالتالي ما كانش منافق صحيح. وقال ما نجمش نخدم واعطى رايه واعطى رايه وسي ما زلت عند رايك معاه ما زلت اما اتصلوا بيا وتبدل رايك بعد هذا الكل بدلت رايك ما تحبوا على الباطل الباطل انا ايش قلت ما كانش منافق غير حبيت بخرانية توب فلو في الجمعة ذي اي اون سو في بليزير بثالثة بيسالش سالسين زوايز ثلاثة حتى الرابعة فيها بياسر لا ثالثة اسمع ثالثة بصراحة صراحة كانت صارت نهار الاثنين نتصور مسيتكم الكل والسادة المشاهدين كيف كيف انقطاع فيسبوك انستغرام واتساب معناتها الانقطاع العالمي ليهم هل أثر عليكم ولا لا انقطاع توب ولا فلوب ما تعشتوا حاجه باهيه ولا حاجه خايبه انه تقص عليكم لي ريزو سوسيو تقريبا شطر نهار توب ولا فلوب هاي باهي توب ولا فلوب مين اورينا ميغال توب ولا فلوب الساده المشاهدين يشوفوكم الساعه شنو اخترتوا طبعا نجيكم به امينه نبدا من امينه مره هذه توب عليه توب على خاطر عرفت كي حس روحي رجعت لزاني 90 دوكو ما تلقى شنو كيفاش توظف في فيسبوك هذوم ليه بالحق معناتها ما تلقى كيفاش توظف اما وتعرفت على عائلتي وعلى لا مارك زوكربيرغ خسر 7 مليون دولار انا كيفاش نقول بربي بدل في حياتي نحشم مش نقولها معناتها لا بدل لا شيء به اي ميغال بيان سور ضعنا الاتحاد الفلوب ولا توب؟ توب حتى اي فلوب معناها انا وخويا دخلت بعضي كي توانسه الكل باش نكذبوا على بعضنا الكلكم شاريين تليفوناتكم وتعملوا هكا تاكتواليزي تستناوا فيه رجعوا مع شكون باش نستحكي انت؟ مع المعاش بيت انا نطل نواكب يطل على شنو يطل؟ على الباطن ثانية فلوب ما زلش اي وقت هذا هو كم تضيع في عقلك فلوب على خاطر حسيت اللي بالحق انا عارفه اللي كنا ولينا مدمنين تقريبا السوشيال ميديا انا حسيت لي ياسر متعلقه بالفيسبوك والانستغرام والواتساب وقفت 6 سوايع هذوك وقفت البارح معناها وقعدت كل شويه معناها حتى التلفزه لكن كل شويه نمس التليفون اتفقد اكل ايدي ماشيه جايه على التليفون انا بدي بهت في روحي ورقدت بكري طمي طمي حسابي طمي حمزة مش لازم تخليوك لخير فلوب خاطر اكتشفنا القيمة متاع أكثر وأكثر أكثر وأكثر قد ما تقول ما نعتبرش روحي مدمن فيسبوك نخدم بالوسائل التواصل الاجتماعي أكثر ما أني نستعملهم من حاجات أخرى ولكن كمام تحس الامباكت نتاعو حتى على الخدمة احنا حتى في الحقائق باش تهبط حاجة باش تعمل حاجة باش تتواصل مع ليكيبا باش كذا كل شيء وقف معناها حتى باش تخدم الطريقه اللي قاعدين نخدموا بها كلها وقفوا دونك رجعنا الالو الو فوالا وي زيد توب توب انا عجبتني بورتون جينيراسيون ديجيتال لا نقول لك علاش والله قاعد مع اصحابي يا خويا اول مره نحكي وكيما قال ميغالو وتاخذ كلمه وتعطي كلمه وتفرج في التلفزه كنا ياسر مدمنين تفرجتوا انتم البارح اي والله كي تقص في بالي تلميتوا الخيره ودبات لموا مش جيت الباساج كي العاده لا في الجبل تحت لي ذاعه معناتها الله مصلي على النبي والله احكي ما الطبيعه ما وراء الطبيعه هذا مهم اللي وراء الطبيعه توب دونك انترنت قصت ليله التصوير تصوير ليميسيون وانا في العاده ماذا بيا نرقد بكري وكي تبدا فما انترنت هي اللي تسهر ما الساعة نتاع القايلة قصت ما الساعة لا نحكي في السهرية ما نرقدش في النهار نرقد هاك رقدت انت ترقد وقت قصت الكونيكسيون في الليل في السهرية باش نقول لكم حاجة معناتها انا فهمت اللي لي جون معناتها ميغال وزيد معناتها كي يتكلم واحد اكبر منكم ما تخليوش يكمل والله ما نعرف مازالت عباد تقدر اللي اكبر زيدوا 30 ثانية ما عادش يقدروا زيدوا 30 ثانية الباية وما يخص عليها حتى حد ما قصيتش شنو تحب نقول لك انا اللي تحب اضرب اضرب ما عادش عندي منكو يا باية ما قصيتش عندي اوكي قال لك نرقد ماضي ساعة تو يعجبك انا ما قلتش انا قلت ل 11 رجع يخدم شكونه؟ لا انت على الفيسبوك انا ما حكيتش عليك انت على الفيسبوك انا رقدت قبل 11 باهي وعلاش ماضي ساعه على خاطر فماش انترنت ما فماش انترنت هي حره تحب ترقد شتي يا ودي شنو تغزرني يا اخي انا بكش على ثلاث عماش عيني يا عارف فيا يا شبكش
يعني قال التليفونات اصحى الحاجتي هو هاوك يتكلم اش اللي قال وهاوك تكلم انا قلت لحديث واربع رجع قصيد وهيك التليفونات جوست ما يصحوا الحاجتين حاجه الاولانيه انك باش تشوف فيها الاخبار تكون كونيكتي وتعرف فما حاجه ثانيه انك تعمل تصاور زاد تستعمل لاباري فوتو اما تصاور طريقه سلايم تعطي حاجه مختلفه تماما شوف الفيديو ورجع عسلامة ومرحبا بكم تصور روحك نهار تطلب من المواطن يعمل لك تصويره انت وصاحبتك في الشارع هو ياخذ تليفون باش يعمل لك تصويره وتطلبك صاحبتك الاخرى شنو هي تكون الرياكسيون نتاع المواطن تبعوني عشيري بربي تعملنا تصويره معنا خذنا وذنين ظاهره نتاع باسبور ما على الفون وي تي وقت توا شكون يطلب هذا شو فاطمة كاليبسو شكوني هذه فاطمة كاليبسو شكون يطلب فيك وريني انت ماهوش يطلب ماهوش شنو ماهوش يطلب يا اخي نورمال فما شكون يطلب فيك انت تبعيني فاطمة كاليبسو يقول لي ليه نورمال شكون يطلب ما فما حد شيء عشير بربي تعملنا تصويره يا شويه ماشي ميرسي وقت توا شكون يطلب فيه؟ عطيني تليفون عطيني سيد وما شكون يطلب فيه؟ سيبو عاودنا عايش شكون يطلب فيه؟ سي حد شيء مسيو بربي سامحني تنجم تعمل تصويره عايش عايش ميرسي هاي خذنا هيك شكون يطلب؟ لا نورمال شكون يطلب فيها فين التليفون؟ شكون مش ينقص مش ينقص مش بالمنيح انا سمعته انا ينقص انا سمعته ينقص شكون يطلب فيه بالله؟ والله ما شفتش انا مريقله مريقله عايش ميرسي يا بابا عايش مادام بربي تنجم تعملنا تصويره عايش كيف ها؟ دونك فما يطلب فيه؟ شكون يطلب فيه؟ لا على الكار الكار مش مدام اها سيبا على الكار ما نفهمش انا انجلي شو اها سيبا شكون يطلب فيك؟ وقت شكون يطلب فيها؟ لا لا حتى حد ما شافتش ما شافتش ما سيرش ما سيرش شكون يطلب فيها؟ ما نعطيني تليفون حول ولا قوة الا بالله عشير بربي سامحني ما تعملنا تصويرة ماني عشوي سامحني ايه هاكا سي بون في وقته هذا شو التليفون ينقز علق علق ريفي شكون يطلب هذا من قبيله شنو هذا؟ شكون يطلب فيه؟ ريفي وقته توا يخص علينا كل مرة ريفي هات هاي هات صورت شي يما صورت بابا بالليل عملنا تصويرة عايشة كيف؟ يرحم والديك حبتش؟ ها؟ حبتش؟ هاي يا هاي من امريكا عايش تعال شوف سيدي بس عملت تصويرة بربي تفضل سيدي عايش على الشمس صباح الخير شي وقت توا شكون يطلب شكون شكون يطلب فيك انا مش بتاعت الكلام ده انا كنت كل حاجه البين هم صبيبه صفا معناتها ما صبوش بخونا خونا السيد رجال هذوما خاطر معنا كان نجاوب لا لا كيف رجال انسان ما يقولوش اي ما يقولوش ما فماش انت عارف علاش قصيت عليك سامحني قطعتك خويا ميقال خاطر بحثنا نجمه الشاشه صغير مرحبا اسامه الشوادي مرحبا مرحبا اسامه به وسيمة الاكتواليتي كانت في برنامج حقائق الاربعاء الاسبوع هذا والله تحيرنا عليك تحيرنا عليك شويه ومعناتها ماذا بينا نفهموا شنو اللي صار بالضبط، حمزه نهار الاثنين كان فسر وحكي، اما ماذا بينا نعاودوا نوضحوا ونعاودوا نحكيوا شنو اللي صار
شنو اللي صار معك بالضبط؟ هو اللي صار انه يظهر الناس كل تفرجت نهار الاثنين، كانت الحلقه في جزءها الاول على تحقيق حول بيع الجماجم، ناس تبيع في بقايا الهياكل العظميه، معناها بقايا الهياكل العظميه في المقابر التونسيه. فتوفرت عنا معطيات كالعاده، مشينا باش نحقوا، شفنا مع حمزه الموضوع وبدينا باش نبداو في العمل الميداني نتاعي، عمل عادي كل جمعه نبداو به انه نمشيو نثبتوا من المعلومات اللي وصلت لنا كرئيس التحرير. فاللي باش يصير وانه من اللي مشينا باش نحقوا نلقاو رواحنا نحن قدام التحقيق من جديد من سماعات مطوله. نحب نفهم نحكي، معناتها انت دخلت للجبان هكا، دخلت للجلاز في بيت. ما دخلت الجلسة تلقى الأمن يكون فيك ولا لا؟ لا لا، هو فما مجموعة من المحطات في التحقيق، تعرف أنه باش تتأكد من معطيات توفرت للبرنامج الحقائق الأربع، فما عدة أشواط تفصل بين البث وبين أنه نحن تتوفر عنا معطيات خلينا نقوله نتيقنوا بها، وأنه السيد اللي قدامنا أو الظاهرة اللي نحن نحقوا عليها هي ظاهرة موجودة. نهار الأربعاء 29 سبتمبر كنا موجودين من 11 متاع الصباح في مقبرة الجلاز، فريق الصحفي اللي معايا مكرم، معايا حسام، اللي مشينا توجهنا لمقبرة الجلاز بعد عدة معطيات توفرت للبرنامج. فما ناس وفما شخص اسمه العبيثة يبيع في الجماجم. مش عبيثة بالرسمي، تفاجعوا معناتها اسمه العبيثة. لا لا، هو شيء قشعر البدن يظهر انه عبيثة بالرسم، معناها من اللي شفتوه في الحقائق الأربع عبيثة اون بيرسون، بما انه معناها تحدث وكشف معناها عن سير اللي قاعد يعمل به الكل، كيفاش قاعد في شنو، كيفاش نجم يدبر الجماجم هذه، منين باش يدبرها، الأماكن في المقبرة اللي باش يجيب لنا منها الجماجم اللي احنا طلبناها، شنو الفرق بين الجمجمه نتاع الانثى والجمجمه نتاع الذكر، شنو الفرق بين الجماجم. شنو يعملوا بهم معناتها حمزه الجماجم؟ برشا حاجات، برشا حاجات. الجانب التزيين موجود، وفما استعمال، وهو قالها لنا هذايا، قالنا راهو فما شكون يجي يفركس عليها المخدرات، راهو فما بارتي معينه، ما نحبش نعطي برشا تفاصيل خاطر، اما فما جزء معين يتم استعماله في المخدرات. مش فما للسحر زادة؟ اي هذيك مشكل الجمجمه للسحر، هذيك الطروف الكل معناتها. والله انا اول مره نسمع. هو من اسمه ظاهر ما ينجمش يكون بالي. هو مطلوب، الجماجم مطلوبه اللي كيما كان يحكي لك حمزه، مطلوبه للتزويق، فما معناها ناس تبحث على الجماجم هذيا باش تضفي عليها تغييرات، دي موديفيكاسيون، باش تصبح هك الجمجمه هذيك فايوز او معناها ركن من الاركان الدار تكون فيها الجمجمه. ولكن معلومه كيما كان يقول لك حمزه، وانه اثناء تحقيقنا في الموضوع اكتشفوا انه السيد مش قادر انه يجيب جمجمه. سمعت سته ديجا في لا انا سته، هو قادر انه يجيب اكثر من كميه. كل مره سته، كل مره سته، كل مره, اسمه عبيثه تتوقع منه اسمه على جسمه هذا. تو انت مشيت للتحقيق لبرنامج والقيام بعمل صحفي فعلا، تلقى روحكم بعد فين في معناتها في مركز ايقاف. فعلا هذا هو اللي معناها ممكن المعلومات صدمت برشا ناس. يهمني برشا اني نعرف حمزه، واحنا صحفيين بينات بعضنا نعرفه، اللي معناتها كيفاش تم التعامل معك من الجانب الامني؟ هو خليني نبدا بيك كرونولوجيكمون شنو اللي صار بالضبط باش يكون الصوره واضحه، ويظهر انه وضحت الصوره من نهار الاثنين في برنامج الحقائق الاربع، انه نحن نهار الاربعاء مشينا نحقوا، عملنا العادي، عمل صحفي، تقرير صحفي عادي. نهار الخميس من غدوه كان فما مرحله اخرى تفهمنا معها مع رئيس التحرير ومع حمزه، وانه نثبتوا ونمشيوا اكثر في التحقيق. صحيح ولات عنا فيديوهات صوت وصوره على شخص اسمه العبيثه، نفس الشخص اللي وصلتنا عليه معطيات من الحقائق الاربعه على انه ينبش القبور، على انه معناها معطيات اخرى من عند ناس وشهادات اخرى. فحمزه زاد قال لي انه نزيدوا نمشيوا اكثر في الموضوع، نزيدوا نحقوا ونتاكدوا فيديوهات هذوكم على شيرة، ولكن نشوفوا هل فعلا السيد هذايا موجود في المقبره وباش يدبر الجماجم هذه ولا لا. فبين ليله وضحاها وفي الاثناء باش دوب ما ندخل للمقبره نهبط من الكهرباء نتاع القناه باش يتم ايقافي من قبل الامنيين، معناها نلقى روحي من العشرة متاع الصباح تقريبا حتى للسبعة متاع العشية، تسعة سوايع من السماعات المطولة في بين الإيقاف وبين المراكز، بين المركز وبين الفرق العدلية،
والناس الكل تسأل حول أنه التهمة أصبحت موجهة لفريق البرنامج، بالرغم أن احنا استظهرنا بالكارت بروفيسيونيل متاع الصحفيين، استظهرنا بالأوردر ديميسيون والذن بمهمة، كل شيء يكشف على أنه نحن فريق صحفي داخل المقبرة بصدد تحقيق وإعداد تقرير صحفي. مش نلقاو رواحنا من بعد في الإيقاف. كيفاش تعدوا التسعة سوايع؟ تسعة سوايع الحقيقة مين نحن تو نحكيو معناها سبونتانيمون. التسعة سوايع هذوما تعداو بالنسبة لي أنا كصحفي نخدم في خدمتي وما عندي من شنو نخاف وما زلنا مكملين. لكن تعرف أنه التسعة سوايع هذه واللي باش يصير من غدوة تو نحكي لك من بعد غدوة من الإيقاف، العائلة هي أكثر ناس تتوجع من الإيقافات. وأنا الحقيقة محظوظ لأنه عائلتي واقفة معايا ونلقى عائلات أخرى معايا، نلقى الناس معايا ونلقى عائلة الحقائق الأربع اللي بصراحة أمين ومياش رمي ورود ونحن فرد قناة ونحن نعرفه شخص اللي معايا اليوم معناها حمزة يكلم في عائلتي، مكرم، حسام، الأولاد في الحقائق الأربع، خليل، الناس الكل تكلم فيا واقفة معايا لحظة بلحظة، تبع فيا شنو اللي باش يصير، شنو تبع مع النقابه مع المحامين، الناس الكل تعرف. وانه ناس تفركس باش تجيب معلومه. اي اليوم اليوم جوستمون هل الصحفي الاستقصائي اليوم في تونس محمي ولا لا؟ ما تقوم بالصحافه الاستقصائيه لا، والدليل ها شفناه عاد الدليل النهار الاول والنهار الثاني اللي باش يمشي فيه للتقدم راه باش نابط للجيول، باش نابط معناها وين الموقوفين، باش نحط له المنوت منوت معناها نقعد يعني من العشره. هو الاخطر هو اللي يغيث طب انا هو اخطر اسامه ولا عبيد ولا ريزو يصير لي مكافحه مع الشخص هذا من عصابه الجماجم والبقايا الهياكل العظميه اللي موت لو نحكيو على الموت اي يكافحوني معاه. لو سمحني قادم سايب عبيثه والله مازلنا متابعين الموضوع. فما مسيب خاطر تو فما الفيرسيون اللي تقالت انه هو وهنا عاد الدوخه الاخرى اللي هو متعاون امني. فوالا شنو هو عبيثه يعني هو هذا متعاون امني هذاك علاش هو قالوا لنا اشكاء وقت احنا هذه روايه لا نصدقها وقلناها رانا لا نصدقها وهي محاوله تمتيع السيد هذايا بنوع من الغطاء. احنا لا نصدق بتاتا بكميه نعرفوهم مليح قارين قانون نعرفوا المخبر شي يقول وشنيه ما يقولش. السيد الكميات المعلومات اللي اعطاها لنا لا يمكن ان تكون متاع مخبر ولا متاع متاع متعاون امين. يقول لك منين تهز سؤال بريء جدا مخبر امني شو يعمل في جبانه معناتها جوست حنا اي ليه كم كواي ما ندخلوش في شنو وين يعمل وين يقعد وشنو باش يقد بالضبط، ولكن نحن معطيات اخرى توفرت للحقائق الاربع وبعملنا الروتيني تو تبارك الله خمس سنوات تمت مكافحه معاه معناتها شنو قالوا لك؟ معناتها شنو صار في المكافحه؟ تكلمت معاه معناتها شنو الحقيقه هوني صارت المكافحه وحدها تغني عن اي ديتاي اخر نجم نقوله لك على التحقيق وعن سريه التحقيق. اما انه يصير مكافحه الصحافي اثناء تاديه مهمته مع شخص انت تحقق عليه وانت باش تكشف على الخور اللي قاعد يعمل فيه، مكافحه مع شخص يبيع في الجماجم نتاعو، هنا نقفوا ما عادش نحكيو على شنو تحكي في المكافحه. هنا نقفوا ونتعجبوا لمكافحه دامت ل 30 دقيقه مع شخص ينتمي لها العصابه. تو شنو ما قالها حمزه القضيه هذه؟ المفروض انه مع سماع اسامه من عند سيد قاضي التحقيق فهم الموضوع. هذاك علاش تم إطلاق سراح أسامة. في بالنا من الأول وأنه حفظت القضية، علمونا المحامين أنه لا راي مش حفظت، ولكن نعرف شنو ما قالها بالضبط. القضية ما زالت جارية ما زالت موجودة. أنا ماذا بيا أنه يتم فيها كشف بالمعطيات الجديدة اللي قدمناها من خلال الفيديو اللي عرضناها احنا لأول مرة نهار الاثنين، لأنه ما كانش في علمهم يمكن أنه احنا عنا كل شيء مصور بالفيديو، كل شيء تصور بالفيديو وعرضنا المعلومات اللي فيه. نستناو المقال مع تأكيدنا مرة أخرى أنه رواية أنه لا والله هو ذي كذا هذه رواية لا نصدقها. يبقى البرنامج الأول في الصحافة الاستقصائية هو برنامج الحقائق الأربع، ويكفيكم الأولاد فخراً أنكم قلبتوا بلادي. نذكر معناتها قضية النفايات الإيطالية
غيرهم من الملفات اللي كنتوا فتحتوهم وفتحتهم حمزة في البرنامج نتاعك اللي خلاو الرأي العام انتم قمتوا بخدمة الدولة اونتر بارونتيز معناتها وقت الدولة نورمال في بلاش موضوع انتم تفيقون قولوا لهم تيان هاو المشكل وين لهنا هو لقينا مساندة مين ونحب نشكرهم برشا خاطر كل حاجة في بلاصتها نقابة صحفيين منذ اللحظات الأولى دخلوا معنا أرسلوا معنا محامي النقابة تدخلوا عند أكثر من جهة باش يفهموا شنو اللي صاير كيما نشكر زادة محامي اللي تكفلوا بالقضية متاع أسامة ومحامي الحوار التونسي كلهم نشكرهم جزيلا على اللي عملوه بعد ما سكرنا شابيتر حقائق الأربعة باش نحلوا دوسي الإذاعات العامة والخاصة وبداية موسم كان تحت شعار الميركاتو الإذاعي بالنسبة للسنة هذا فيتير صغرون يورينا أهم الانتقالات في الميركاتو الإذاعي للسنة وراجعين جوست بعده حمزة نحكيه على انتقالك من شمس لموزايكا فين سيف السنة على غير العاد شهدت الراديوات انتقالات عديدة في صفوف المنشطين والكرونيكوريت من أهم الانتقالات هذه نلقاو رفيق بوشناق مع كامل فريق الرفماك اللي انتقل من إذاعة EFM لإذاعة DUNFM بعد ما استمر في تقديم برنامجه لأكثر من 6 سنوات متواصلة دون انقطاع في EFM من الانتقالات الأخرى زادة اللي نلقاوها في الراديوات نوف اللورتين من إذاعة موزايك اللي كان خدمة معها في عديد البرامج لسنوات متعدة ومتواصلة اليوم نلقاوها على إذاعة DUNFM من الانتقالات الأخرى المهمة صيف السنة في الراديو انتقال الإعلامي حمزة البلومي من إذاعة شمس FM بعد ما كان خدمة معها عديد السنوات في ماتينال شمس وبعد ما تعودوا عليه المستمعين اليوم نلقاوه في موزايكا فيم في برنامج جاوب حمزة ونلقاوه التحاق الإعلامية مريم بالقاضي بإذاعة شمس فيم لتعويض حمزة البلومي في برنامج الماتينال هذه كانت أبرز الانتقالات والانتدابات الإذاعية للموسم الإذاعي الجديد ونتمنيو التوفيق للجميع حمزة البلومي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بانتقاله من إذاعة شمس فيم اللي يعتبر أحد المؤسسين فيها بانتقاله للإذاعة الأولى في تونس موزايكا فيم معطانا انتقال بصراحة أنا بهتني شنو رأيك أنت؟ لا بهتنيش خاطر إذاعة أولى في تونس أنا بهتني صدقني حمزة قلت أنا بهتني أنا بهتني والله أنا بهت معطا تفاجئت الحق أنا تفاجئت على الأخر لا ريبونس إيدو لا كيستيون معناتها لا يا عبيطة بتاع الراديوات ولا أنا الباطن هذا الواحد بتاعه تفاجئ أنا دايخ دايخ معناتها تفاجئت انت كيفنا ولا سونيا ليه علاش نتفاجئ كل واحد وين يلقى راحته ينجم فما حاجات يلقى راحته فيها في اذاعه اخرى معناها من حقه انه ينتقل من قناه من اذاعه لاذاعه مش معناها هو اسس اذاعه لازم يقعد فيها حياته الكل انت علاش ما هزكش معاه انا التو متفاجئ علاش ما هزكش معاه علاش ما مشيتش مع اخوك الكبير لا انا باش نقول لك انا التو متفاجئ انا التو متفاجئ من الموضوع الميركادو بدا على بكري داكوردو وان شاء الله فما وجهه ان شاء الله في القريب العاجل هو وقت القريب العاجل قاعد لا وقتها يصيفوا جماعه في جربه اي باي انت معناتها الميركادو الميركادو بصفه عامه انا ما نستغربش معناها هذاك هو توا هذاك اون غران بليزيشلون نتحسنوا وكها والافضل لازم يكون في المكان الافضل وكها عادي داخل في الميركاتو شنو نقلت من والله انا نقلت من اي اف ام يا ودي نقلت انا طلبني رفيق قال لي يمكن باش نقل خطوه طاشت لي فوتشيني والله هكا في السيف قال لي والله انا العوم شيخ معناتها في نطاق السيف طلبني رفيق قال لي تهول لي ماشين الديوان قلت له شنو قال لي شنو رايك في الموضوع والبحر قدامي والخيرات معناتها بتاع تونس قدامي ما شاء الله قلت له يا رفيق ما شطش حتى في الباساج انا معاك نظم امورك يرحم والديك وانا انا معاك المحلي رجعت للشعراء ولا حمزه شنو اللي يخلي جيرار نتاع ليفربول يخلي توتي نتاع روما اللي عمرهم ما غادروا الفرق نتاعهم هو ميسي وخرج من برشلونه بون ميسي ولا ستاتسيت معناتها شنو اللي يخلي معناتها ملاعبي في فريقه منشط في فريقه هو النجم من تحب ولا تكره البرنامج الناجح عملوه له الماتينال نتاع الشمس في الاذاعه هو البرنامج الاول في الاذاعه يقرر انه يغادر فجاه معناتها فما مشكل صار ما نجمش يكون من فراغ لا ما صارش من فراغ وبالعكس انا بيدي متفاجئ انك توصل تاخذ قرار عمرك ما كنت نجم تتصور انك باش تاخذه بعد 10 سنين تقريبا في شمس امين 5 سنين اكثر شويه في الماتينال عملنا الحلقه 1000 مازلنا كي عملنا الحلقه 1000 في السيزون اللي تعديت برنامج راكز ثاني برنامج إذاعي في تونس معناها
لكن صارت عملية التفويت في شمس، وما نحبش ندخل في برشا تفاصيل خاطر نحب نتمنى لهم حظ موفق الفريق الجديد. نكتفي أن يقول أنه رغم برشا كلام كان فما كان الكلام في وقت من الأوقات حمزة. قررت أني حمزة إشكال نادي؟ لا أبدا، أنا ما كانش صعيب علي أني نمشي للموزايك ودار كبيرة. قلت لهم اللي كان صعيب أني ناخو قرار مغادرة شمس، مش صعيب أنك تقرر باش تمشي. كلام صحيح وسيم ولا؟ الأخرين. أنت كيف أنت قرارك في مغادرة موزايك؟ بالحق هي ذيك هي اللي وجع كل ماني. قرار أنك تخرج من كذا من من من. وجع مش صعيب. فأما من بعد باش تلتحق ب. لكن اللي صار انه مكرها اخاك لا بطل. انا باش نقوم بدوره الصحفي. ليه ما زاد موزايك في الاذاعه؟ بيان سور امشي على شنو ما نحبوش فيها. مادام حمزه البلومي اختار، مادام حمزه البلومي اختار انه يغادر شمس فهم اللي عاد فيها 10 سنين اللي كان عنده فيها احسن برنامج وباش يمشي الاذاعه الاولى في تونس، سكو كان عرض مغري زاد معناتها ما نجمش يكون كان ما نجمش يغادر هكاك. لا 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 كان العرض مغري فعلا في انه العرض مغري أو نقول فيش ماديا العرض تاع شمس خير حبك؟ لا ما هيش الأمور مادية اللي قاعدين نحكيو فيه، الأمور مبدئية وشنية قصة عربي الحقيقة وشنو قاعدين نعملوا اليوم أمين وشنو قاعدين نعملوا اليوم وشنية باش نعملوا غدوة. يعني الاتفاق اللي مع موزايك أنه إن شاء الله الإنتاجات ما زلت هذه البداية سيدي خوي. أنت من بطبيعتك والإنتاجات من زهر أول يتصل خلنا ما عنديش. أنت يا فلوس دو فيزيبيليتي في موزايك في شمس. شنو اللي عمل الفارق حمزة باش خليك، شنو عمل الفارق باش خليك تمشي الموزايك؟ العبيثة أبار العبيثة بسيبولا شنو عمل الفارق؟ معناتها شنو اللي خليك في الآخر قلت يان أي باش نمشي موزايك ما عادش جيزيد؟ اللي حكينا عليه على مستقبل الخدمة اللي تنجم تكون مع موزايك. يعني هذا هو اللي عمل الفارق. مستقبل الخدمه باش نشوف فيها. انا اليوم فرحان برشا اللي رجعت نعمل في نمط تاع برامج اللي بديت به اللي الناس عرفوني به اللي هي الحوارات المطوله. دونك انا رجعت لها اليوم في نمط وطريقه جديده. لكن فما ان شاء الله انتاجات جديده جايه مع موزايك. يعني على فكره الخدمه سور لو لو مويان اي لو لون تيرم هي اللي خلتني عطاتني الشحنه باش جوست نكمل السؤال برك باش نعطيكم بعض الاسئله اللي تحب به. حمزه يقولوا حمزه من النجم معناتها الكابيتان ومعناتها نجم النجوم في شمس ببرنامج يومي صباحي في اهم ترونش تحب ولا تكره. البرامج الصباحيه هي الاهم في كل الاذاعات خاطر هي اللي فيها نسبه الاستماع الاعلى وهي فيها الاشهار الاعلى في البرامج الصباحيه. يلقى روحه في برنامج وحيد يوم الاحد. معناتها البعض قال انه مش قيمة حمزة انه برنامج بركة نهار الأحد. كورة يترناو جمعة كاملة وكورة نهار الأحد تقول لهم. سيليكسيون ساعة تبدا الأحد، أنا نعطيك صحيح. هذا تلقى هذاك تاع سؤالك. أنا أمين قريب وقت مشكل ليجو هذايا الحمد لله قاعد نخدم عليه باش ما يكونش عندي برشا نتاع والنجم كذا صحيح وموجود. أما أولاً أنا التحقت بكم وأنتم بديتوا برمجتكم الجديدة. دونك يعني نحكي على موزايك، يعني موزايك بدات برمجتها الجديده وقت اللي انا بديت معاكم. فبالتالي وقتها كانت الفكره اني نكون حاضر خاطرني انا كما اداره الاذاعه حبوني نكون حاضر وانا حبيت نكون حاضر. انا بلاش اذاعه راهي الاذاعه تعني لي كثيرا. نعم. حضور الاذاعه يعني لي برشا. دونك حبيت نكون حاضر لكن الاتفاق صار انه يعني كان تسال على اليومي موجود اليوم. أنا جايين اليوم سي أمين. نعرف. الواحد نعرف، يدي سيب يز يز يا بربي قول أنت تعرف تيحكي ليش باش نخدم في خدمة الدنيا 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 ليش قيمة ثابتة في إذاعة الأولى في تونس. معناتها نقارنوا بانتقال مثلا ما عرفتش أنا كريستيانو رونالدو كي مشى لليوفي مثلا من ريال مدريد مشى لليوفي معناتها بالرسمي باش يكون بلوس لي هو وللاذاعه لزوز مع بعضهم وذاك علاش عندنا اختيار صائب بالنسبه لحمزه. صائب بيان سور معناتها وانا يحصل لي الشرف انه حمزه ويعرف هو مليح مش كلام معناتها يحصل لي الشرف انه حمزه زميلي في الحوار وايضا هو زميلي في قناه موزايك واذاعه موزايك معناتها هذا شرف كبير ليا به. على ذكر البرامج الصباحيه باش نعمل معاكم دوره ساعه دوره نسكن خاطر باش بعض شايف باش عندي ان جو انا وحمزه مع بعضنا. شكون البرنامج الصباحي المفضل بالنسبه لكم؟ حمزه انت ما تجاوبنيش جاوبني وحدي وحدك من بعد. من البرنامج الصباحي اللي تسمعوه؟ من الكونكورونس الكبيره الصباح وحمزه تبارك الله 5 سنين خدم ماتينال به امينه شنو البرنامج الصباحي؟ انا تليفوني وحده يقيمني الصباح يحطني مين قاره معناتها نصبح عليك قاعد شويه تضرب مصالح لا
خاطر نحكي معاكم. لا 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 ما انا مهبوله موزايك. مهبوله امون. هاي بيجا. انا موزايك بلس. موزايك بلس. موزايك قوم وقتها. البرنامج الصباحي. الصباحي بتاعك. دونك عنده الحق مدير اذاعه كي ما حبش يخليك تخدم الصباح. صباحي. برافو معناتها واحد وصداع روحه هكاك. ما عليك ميجال ومنظم. سونيا. والله عندي اكثر من عامين ونص ما حكيتش ماتينال في تونس. موزايك بلوس. كيف كيف بدي كيف ميجال وتكون معناتها على البرامج المسائيه. ليه على خاطر كان صباحكم انتم صباحكم صباحكم انتم ليلي ليل عندي انا ليلي نهار يا عمرو دونك ما عادش نخلط عليكم انا بالنسبه لي انا حتى لتوا ولو بمغادرتي لاذاعه شمس اف ام زلت نسمع في شمس اف ام الحقيقه لا برافو بفضول لا بفضول انه نحب نعرف معناها كفضول مستمع وكفضول صحفي كان يخدم في البرنامج. هل وفق الفريق الجديد في تعويض حمزه؟ اه لا نتمنى لهم التوفيق. لا 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 اي ولا لا ما فيش الامنيات اسمعني شو ايش اقول لك راهو خوك الكبير صحفي قديم راهو زاد رد بالك معناتها هل وفق بكل صراحه هل وفق الفريق الجديد في تعويض حمزه البلون؟ انا ما نجمش نحكم على برنامج صحفي محترف من نهار الاول معناها مازالوا عندهم نهار هذه لغه حمزه ونتمنى لهم التوفيق معناها بكل زاد في انهم يتفوقوا العب بالسلامه تنقابلوا في البيرو تحكيوا باه تفضل اخ زيد انا حاتم عمار هل اختيارك معناتها على الاذاعه الوطنيه اللي هي الاذاعه الام معناتها اختيارك على الاذاعه الوطنيه وما تختارش معناتها اللي تخدم الايميسيون تخدم فيها انت صباح هو دليل على فشل البرنامج معناتها لا يا خويا فاش انا كي بداو يحكيو ريت رفيق يبدا حتى حاتم مهبول حاتم مهبول حاتم انت اي ان شاء الله والله انا كي نسمع هكا قلبي يوجعني والله امشي وجربوا في الاذاعه الوطنيه امشي واخدموا في ظروف الاعلاميين والصحفيين في الاذاعه الوطنيه اللي عندهم صفر امكانيات حتى بن عماره مش مسموح له باش يجيب 20 كرونيكور مش مسموح له باش يجيب اسيستون مش مسموح له برشا حاجات معناتها يخدم حكي وحريري مناشط معد كل معناتها كل شيء يخدم فيه هو وحده نعم تصفيقه كبيره برشا لاصدقائنا في الاذاعه الوطنيه كل به حمزه الوحيد حمزه الوحيد اللي ما عطاش رايه باش نهزوا الجوتيري تو سويت نشوف لانكس انت زياد حضروا لنا رواحكم لا لا باش تلعبوا مع الاذاعات الصباحيه من البرنامج الصباحي لحمزه البلومي وسام ان شاء الله بالتوفيق شكرا عايش غالي وخويا صغير بالرسم نتمنى لك يا ربي كل نجاح بحذاك وخدمه كبيره تخدموا فيها انت وكل فريق الحقائق الاربعه حمزه واصلوا خويا في اللي تعملوا فيه كان مش انتم فما برشا حاجات يمكن ما نسمعوش بها جمله في الحقائق الاربعه ونمشوا لانكس تو سويت مع بعضنا نلعبوا جوتيري من البرنامج الصباحي المفضل عند حمزه البلومي وقاش نكتشفوا بالطريقه الخاصه نتاعنا جدا مع بينت بول لايف يعطي الصحه صديقنا سليم حمزه باش تختار كل مره ان هي الماتينال المفضله بالنسبه ليك شنعرفوا ان هي الماتينال اللي ما تراها انت اليوم هي الافضل في البرامج الصباحيه وخليت بلاصه انت داير على البرامج الصباحيه وي وما استنستش ياسر مازلت بالبرامج الصباحيه على خاطرني كنت نعمل في برنامج صباحي دونك ما عنديش برشا عاده بالاستماع للبرامج الصباحيه دو سنين هذول قاعد تستمع شويه البرامج الصباحيه بديت به نبداو بالماتينال الاولانيه ميغالو ترى دورونا الاولاد تصور خلينا نشوف به دونك ميغالو اختار الإذاعة الوطنية وسماح مفتاح صديقتنا اللي مازالت كي بدات السنة في إذاعة جوهرة في حاتم بن عمارة البرنامج قبل الساعة قبل ما تصير انا على وجهي مش على حاجه اختار حمزه انا هي الماتينال اللي تحب تنحيه يا حمزه مو خاصه تجيش على وجهي استنى عالي زين علاش اخترت ناحيه الماتينال نتاع جوهره بكل حب لمحال لصديقتي سماح مفتاح على خاطر شو الحب على وجهه لا 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 حب على وجهه او تو هذيك اللعبه ولا حمزه مشاكل لا خاطر سماح ما سمعتهاش
الحق معناتها قلت ما سمعتهاش اما الاذاعه الوطنيه مع حاتم سمعت معناتها عندي نعرف شنو هي موجود بالضبط سماح في جوهره ما زلت ما سمعتهاش كيما يلزم معليش ليه ان شاء الله تو نسمعها ونبدل راي به تسمح تبدل راي حاتم فرحان يا صديقتنا ريما نعطيو لزياد تصويره اخرى بما انه اختنا سماح غادره السباق ماتينال اللي بعدها هي ماتينال اي اف ام وما نزال في المغامره اي اف ام وصديقنا نضال السعدي لاول تجربه صباحيه اسمعوا ساعش باش يقول لك شاب طموح ماتينال مبحبحه خفيفه كيما معناتها ومازال معناتها ليها جمعتين تو في الماتينال صورها حاجه حلوه حاجه جديده وحقتهم ظاهرين غايرين غايرين حتى انت غاير خاطر عندك حتى حاتم يصفق للتبزه الوطني غزلوا موتوا تحيه لحاتم حاتم سمعت الماتينال تاع يافيم ولا انا وفيني برنامجي ما نسمع حتى تحيه لحاتم بن عمار تحيه باهي اختار اضرب ساعه من بعد نحكي كي لعب الله وين جيت باهي ناحيه نظام حاتم بن عمار للمره الثانيه في الدرجه الوطنيه نعم شوف الشعار الوطني تعرف شنو هو مين؟ أم الإذاعات. أي أم الإذاعات. أم الإذاعات. أم الإذاعات. المحتوى تاع الماتينال تاع حاتم بالنسبة لي أنا سمعته نضال أون روفونش حاجة جديدة حاجة خفيفة صحيح أما بالنسبة لي أنا تقول لي شنو تسمع في الصباح؟ أم الإذاعات. أم الإذاعات من أكثر نقرب أم الإذاعات. منها الإي إف إم. كانت حتى تعطيني نصيحة في الماتينال شنو تقول؟ اسمع حاتم بن عمار اسمع من نضال نقول له اول حاجه لا بيرسيفيرونس شد صحيح شد صحيح الباقي الكل من بعد تو يجي يعني نقول له يمشي توا المهم توا يعمل الكوتيديان كل يوم سوايع الماتينال تاع كل يوم بعد الباقي الكل يتصلى تجيب طبيعه بالتوفيق لصديقنا بالتوفيق بالتوفيق لصديقنا وزميلنا لا لا هذه بيروها بحذا بيروك باه بيروها بحنا بيرو ام الاذاعات الجار وص عليه نبيه شوي الساعه بشوي لحظه شو الماتينال نتاعك انت عم نتقدم فيها زميلتنا وصديقتنا واختنا مريم وكنا ريناك هبات ستاتيو الجمعه هذيا معناتها تتمنى لها حظ سعيد بالنسبه للماتينال باهي هاي حاتم كان عندك ما تقول ام الاذاعات نقول مره اخرى ابعثوا وتبعوا حاتم بن عمار على ام الاذاعات صباحا باهي تفضل جارته تحبوا في البيرو بيرو حمزه هكا بيرو مريم هكا بيرو انا مريم بالحق ما تستحقش حتى تخبيش هذا بالحق بالحق على العالم الاذاعه الوطنيه هي ام الاذاعه ام الاذاعه تفضل حمزه عمر اختيار من الماتينال ما بيناتهم الزوز المفضله بالنسبه لك؟ اضربوا في والله تستحق يا حمزه والله باهي يا مريم اركح زيد خلينا نجم والله حنين والله اضربوا في راسك في يدي انا ما نعرفش نجيب ستار يا الله ام الاذاعات تحت على الاذاعه الوطنيه علاش؟ انا حسيتها حاتم سامحنا مجرد لمن هذه الاعين؟ حاتم بن عمار مين قالوا شد التصوير هكاك؟ جات لك مره غادي هذه حسيتها بصحبه برشا حسيت امور صحبه هذيا مع مريم وي وي لا سمعتها مريم ولا سمعتها شوي مازالوا كيبداوا عندهم نهارين سمعتهم شوي امورهم صحبه وفي اطار اني نتمنى لهم التوفيق بدلوا الصوره لصديقنا ميغال وريما نعطيه تصويره جديده مازالوا جوج تصاور كهو به تصويره قبل الاخرانين شكون خالد اذاعات شكون به اي ميغال رفيق الاذاعات به رفيق بوشناق ديوان افهم ريكروتمون جديد في اذاعه قاعده تلقى الروحة في بلاصة وي في المشهد الإذاعي الماتينال اللي كانت ماشية داير شكون كان الثاني وشكون الثالث؟ عمناو في الماتينال لا احنا الثاني شمس فام وبعد لا انا بابا سيدي نحن الوحيدين هما انا دخلني هما هو هو اي اف ام مع رفيق والشبيبة يقولوا لي هما الوالا قدام موزايك وقدام الناس كل هما الوالا ما يمثالش بالامور العلمية مش تاع الشباب بالامور تاع الناس الرجال معناتها انت الماتينال الثاني عملوا له هو الثالث اي موزايك الاولى شمس الثانيه انا معك يا فيلم فيلم اختار اختيارك ومن بعد نحكي فيه شكون اللي تفضل اللي تستمع ليه يا رفيق من الاقرب يا رفيق شكون اللي ترى انجح معناتها بكل احترافيه ولا شكون اللي راها انجح شكون هي بكل احترافيه بكل احترافيه فاهمك شو تحب تقول سي امين يا لطيف يا لطيف نجمك في الوسط مثلا لا لازم تختار هذا ما فيه شيء ابيض يسود بسم الله والله فاجئتني ام الاذاعات
مشيت خليت رفيق ناحيه اي خاطر كل حاجه بلاصتها شوف مشموم خرجت ما شاء الله مشموم صديقتي هاكا جات مشموم والله مشموم لحد كي ضربها قمر شو صديقتي جدا انا راني اللعبه هذه ما نحبهاش من الاول معناها ماني قلت لك ولا خليني انت حر صحيح مي من الناحيه الاحترافيه تقول لي انا البرنامج اللي يمشي معايا اكثر شنو انا نحب برنامج صباحي ديناميك ريتمي اخباري اللي هو متوفر اليوم عند رفيق مازال مش موجود كما يلزم عند مريم. شو رايك في انتقاله للديوان؟ تصورها ضربه باهيه للديوان بقدر ما هي قرار مش باهي للاي اف ام. والحاجه الباهيه اللي عملها رفيق انه معاه الشبيبه الكل تقريبا اللي كانوا معاه وانه حافظ على اسم برنامجه يعني ولات فما كومين مارك اللي اسمها هل استطاع نضال السعدي انه يعوض رفيق بوشناق في الاي اف ام؟ ليه انا نشوف نسب الاستماع توا الحق حتى على الديجيتال اللي تعطينا على الاقل تعطينا مؤشر نسب الاستماع على الانترنت تعطي مؤشر تقول انه من الاول كانت فما هكا الناس مشاو باش يشوفوا شيء الماتينال اللي موجوده اما حسب اللي قاعد نشوف فيه توا بالارقام راهو نحكي مش بال اللي قاعد نشوف فيه انه اللي مشاو باش يكتشفوا فيهم برشا عاودوا خرجوا ديجا هذه الماتينال المفضله حسب صديقنا حمزه البلومي شو وقيت نمشيو نعملوا دوره في الكرهبه نحن حاب نشكرك حمزه على الحضور ان شاء الله معنا اليوم وان شاء الله عملنا جو وتفردنا ونذكر مروح الحقائق الاربعه من انجح البرامج الموجوده اليوم في تونس ان شاء الله بالتوفيق ليك في تجربتك في موزايك نهار لحد برنامج مع طريقي نجاح كبير برشا نعملوا دوره في الكريبه جديده نهزكم تصوير شيب بشير يسخن لنا الجو قبل ما نتقابلوا معاه ان شاء الله باذن الله في الجزء الثاني راجعين بعد الاشهار جمهور حس 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 شنا ايه عشقت وحبيتك يا ريم الغزلان من مدة والله ما ريتك وخيالك ما بان ايه عشقت وحبيتك يا ريم الغزلان من مدة والله ما ريتك وخيالك عشقت وحبيتك اشتي حشتي 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 جيلاني ما يا ريم الغزلان من مدة والله ما ريتك بخيالك
شواتي ياخدوا دي الرمان كي تزيد الذبه لعيني كسين عليك يبان كي الذبه لعيني كي تبسم حبك وسط القلب ترسم كي الذبه لعيني كي تبسم حبك وسط القلب ترسم قوية. رجعنا لكم بموسم جديد مش بكره بدل الربح اما بزوز كراهب كاملين للربح كي العادة طريقة سهلة برشا وطريقة واحدة هي اللي تنجم تخليكم تربحوا زوز كراهب الفيات 500 والدي ماكس اللي كنتي بسمس واحد تنجم تبعثوا توا في حرف أ على 85 810 85 810 كرهبت المدام للجو وتفرهيد والشيخات نجم تخرج تتفرهد بها مسيو نجم تطلع معك انت تحب كنت استدعاك وانت زادة عندك الكرهبة متاعك الخاصة بالخدمة الخاصة بالتبحير الخاصة بالهاردك شوية نجم تكون اللي كنتي كي تبعث أ بالاسماس على 85 810 كرهبة شوية عليكم زوز كرهبي وتيوك أبعث أ على 85 810.